أطلب من حسن الحسيني وقرب عيد أطلب من حسن الحسيني وقرب عيد الأضحى يخرج لنا بفيديو يطبق فيه كلام إمامه النووي، يأتي بالخروف يذبح ويقول بسم الله وبسم محمد وينوي بها التبرك مثل ما قال إمام النووي. هل تجرؤ يا شيخ حسن الحسيني على هذا الأمر أو على هذا التحدي؟ يذبح، أتحداه يستطيع عمل ذلك. طيب، أنا أتحداك تخرج وتتلو بعض الآيات أو بعض الأحاديث، آياتها مش كلام نووي ولا كلام لا، آيات أو أحاديث أو كلام لابن تيمية أو كلام لبعض السلف. انتظرونا. توكلنا على الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يتحدى كما ترون، يتحدى الشموس، يتحدى الحسيني في أنه يطلع ويذبح الأضحية ويقول بسم الله وبسم محمد تبركا يعني. طيب، تكلمنا عن هذه القضية من قبل. هل نحن سنتحدى بالمقابل بأن يتلو بعض الآيات فقط، يطلع هيك بفيديو قصير، مو في هذا الشورت، هذا تسجيلات قصيرة، يطلع يذكر آي ويسكر الفيديو يمشي بس، وشوف الشتائم تحت من أتباعك لك مش من الصوفية. أنا جربت هاي حقيقة، مو هذه صيغة سؤال بالتركي. طيب، أليس أنا يعني سجلت لكم حلقات ونشرتها بعنوان حديث يبدعك عليها الوهابية؟ لا، أنا طلع معي أفظع من ذلك، آيات يشتمك عليها الوهابية إذا تلوتها أنت كذاب. سيقولون هي أنت كذاب. أجيب لكم هلأ بالوثائق، لا يا شيء، آية وهو الله في السماوات وفي الأرض تلوت كذا مرة ونشرت على الفيسبوك، وأنا أتحداك بالمناسبة تطلع تقول هذا بتسجيل قصير، مو تطلع بتقول الحديث الجاية بتسجيل قصير، عندك هذا حديث هذا تسجيل قصير للشموسي، أين الله؟ جاب له الحديث الجاري وجاب له أمين دوم في السماء ومشي. طيب، أنا ما بديك تعلق عليه، بس لأنه إذا تعلقت بصير الشتائم اللي بتجيك ستقال أنه ليست هذه من أجل الآية، سيقال من أجل تفسيرك للآية. لا، لذلك أنا شو بعمل الوهابية، بنفخ بذكر آية وبسكر المنشور خلاص أو حديث. هلا لا، قبل شوي أنا مسجلت هذه آية عن آية لا أحب الآفلين، ردا على هذا صالح السندي اللي قال الاستدلال بهذه الآية فجور، استدلال أشعار بهذه الآية على امتناع حلول الحوادث البلاد، لا فجور في الخصومة، هكذا قال بالنص، عاد وعاد الكلام بل حلف يمينا على ذلك. جبت لكم أنا قبل شوي واحد بس، أنا ذكرت هذه الآية على هذا منبر النقاشات العقدي في 45,000 عضو أغلب وهابي، واحد كتب لي هذه شعوذة، الآية وريتكم عليها الآية هذه، وهو الله في السماوات وفي الأرض في سورة الأنعام، واحد كتب لي هذا اسمه العربي الحسني، كتب لي هذه باطلة، والله العظيم هذه باطلة، ضمن كلام طبعا، ودافعوا عنه الوهابية. أنا ما ذكرت شيء تاني، ها بس ها، وهو الله في السماوات وفي الأرض. واحد قال لي هذه جهمية، واحد قال لي أنت بتعوي أي ذكرت أي اللي بتعوي. ولذلك هذه الآية سميناها سر من أسرار الوهابية. إنه يشتمونك على آيات ما نكون أبعد من النجاح. أنا ما راح يعني الفيديو ما راح طوله لأنه هو 10 دقائق، ما بجيبكم بقى إيش يعني شواهد أخرى أو هذه نتحدى بها. أتحداك تطلع وتذكر هذه الآية أو آية وهو معكم أينما كنتم، بس تذكر وتمشي، أو تذكر بعض، أو تذكر آية سيؤتينا الله من فضله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، سيؤتينا الله فاعل هذه ورسوله مفعول فاعل أيضا يعني اسم معطوف عليه،
اسم معطوف على لفظ الجلالة الله، سيؤتينا الله من فضله. الآيات في سورة التوبة، لأنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله قالوا سيأتي ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله. عفوا كان التسجيل واقف، بس أنا سأقدر أين وقفت ما أعرف. مهم إحنا وصلنا إلى تحدي الشموسي بأنه يطلع ويذكر حديث توسل الأعمى، حديث الأعمى، التوسل الذي علمه النبي الأعمى: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي. وفي لفظ ابن ماجة اللي قلنا الشموسي هذا بيحبه، يعني بيحب ابن ماجة أساسا، أنه لما تستدل بحديث استدل عليه بحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، فقال إيش؟ لا، نحن نذهب إلى فهم ابن ماجة أنه قال أنه هذا يعني اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني من شرف على الموت أو كذا إلى آخر. طيب في لفظ ابن ماجة: يا محمد إني توجهت بك إلى ربي. يلا بس اطلع وقول هذا وانوي أنه أنا أتوسل بمحبتي للنبي، مثل ما بتقول للحسيني أنه اطلع وانوي أنه أنا ذكرت اسم النبي على الذبيحة متبركا باسمه. طيب وهون انوي أنه أنا أتوسل بمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، أتحداك. طبعا أنا ما راح أذكر لك بقى أنه أمور أخرى أنت تطلع وتذكرها، مثلا أنه تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبيك كما حلف، قالوا وأبيه إن وأبيك هون لتنبأنا، وفي حديث مسلم وأبيه أفلح وأبيه إن صدق، أو تطلع تجيب لك بعض أقوال السلف الذين كانوا يقولونها، مثلا تطلع وتقول بس هذه عبارة ابن عيينة: ما كل ما وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره، ليس لأحد أن يفسره إلا الله. بس تطلع وعملها هيك منشور، شوف الشتائم شو تجيك من أتباعك. أو تطلع وتقول: من زاد على الرحمن عرش استوى أو فسرها فهو جهمي، كما قال الحميدي اللي أنت تستدل بعقيدته، بس بهذه القضية ما تستدل. تطلع تقول، أنا بتحداك تطلع وتقول أقوال ابن تيمية هو قالها، مثلا تقول: الجهة نفيا وإثباتا بدعة، إثبات الجهة لله نفيا وإثبات بدعة، أن الصوت إثبات الصوت لله ونسبة الصوت لله نفيا وإثباتا بدعة. تطلع تقول هذه كمان الإيش، إنه يجوز السجود أمام وثن بنية السجود لله، قال لي دعوة أهل الكتاب أو لتأليف أهل الكتاب، هذا عملنا عليها حلقات هذه. أو تطلع وتقول هيك إيش، تقول أنا تطلع تذكر هذا فقط، حديث خدر الرجل يا محمد حينما خدر الرجل، تطلع وتعمل هيك منشور بس، أو تعمل حديث هكذا منشور: يا عباد الله احبسوا، اللي هو اصلا هذا ابن تيمية وابن القيم في كتابهم عن الكلم الطيب جعلوه هذا من الكلم الطيب، اللي هو اصلا انتم جعلتوه شرك اصلا. او تطلع وتتكلم تقول تثبت الاوتاد والاغواث والاقطاب كما اثبتها ابن تيمية في بعض المواضع واستغرب منه المحقق، او تطلع وتقول يده تعالى ليست جارحة كما قال ابن تيمية نفسه. يلا انا اتحداك تطلع وتقول وحدي من هذه الآيات أو من هذه الأحاديث أو من هذه الأقوال للسلف أو لابن تيمية أو ما إلى ذلك. نوثق الآن، لاحظوا قبل أن أنسى، وثق لكم شتائم الوهابية لي حينما أذكر آية وهو الله في السماوات وفي الأرض، لاحظ قال هذه حجة المريسي، قلت له والله ونعم الحجة كتاب الله، هذا طبعا هذه أخف شيء، هذا لاحظ شو يكون شتائم. هذا شوف هون، هذا اسمه واحد اسمه هذا احمد مدري ايش، شوف ذكرت له وهو الله في السماوات وفي الارض، قال كه كه كه، قال جمهور الصوفيه الاشعريه يقولونها. ليش انت ما بتقول هذه ايه في القران؟ شوف حتى تعرفوا انه هؤلاء، يعني شوف هذه قبل قليل، شوف انه كذلك إلى أن لا أحب الآفلين، قال هذه شعوذة، شوف شيخه هم وشيخهم الذي علمهم هذه الشعوذة، أي يقول عنها شعوذة، شوف هذا اسمه مسمي حاله مولك النفاق، أهلك نفسه والعياذ بالله. وين هذا بقى اللي قال أنه الآية باطلة؟ يجب لكم إياها، شوف هلا هذا شو احتجزت بالآية، قال أنت مثل الملاحدة تضرب آيات القرآن. لحظة وين هذاك الثاني اللي قال لي أنت تعوي، وين هذا؟
شوف، وهو الله في السماوات والأرض. طيب أسيبك تعوي واحد مصري، شو وهابي مصري، جيب لك بقى هذاك اللي قال الآية باطلة. يعني هو ما ذكر لفظ الآية، بس لاحظوا هنا أذكر الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض. شوف شو 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 بيقول، شوف بيقول لك غلام الجهمية مدعو وليد نصاع دائما يردد الآية الكريمة لإفلاسه وهو يعلم أنها باطلة لكن لا غالب إلا الله. قلت له سأغيظكم بهذه الآية، لاحظ وهو الله في السماوات. شوف بيقول له واحد من إخواننا بيقول له أنت أنكرت الآية وهو الله في السماوات والأرض، شوف يقول إنها باطلة، شوف والعياذ بالله. طبعا أنا أشعر بالإثم أحيانا أنه أنا قد أكون سبب هؤلاء يشتمون القرآن هكذا، أعوذ بالله. أنا أذكر الآية بس لحتى أشوف إيش موقف من الآية، شوف وإذ هذا بهذا الطريقة أعوذ بالله، أي باطلة تقول عنها. أنا عملت مناشير عن هذا الموقف، هذا الآية باطلة، وراح الوهابي يدافع عنه. لاحظتم هذا المدعو، شوف عثمان المكي، شوف إذا كان قلت عثمان المكي يؤيد العربي الحسيني أن الآية باطلة، وشوف شوف يذكر هذه ثرثرة وكذا إلى آخره. التوثيق طبعا احنا ما تحديناك انه تطلع وتقول انه المولد قد يتخذه بعض الناس ويكون له فيه اجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله، هذا كلام ابن تيمية في الاقتصاد. اتحداك تطلع وتقول هذا، اتحداك تطلع وتقول هذا الكلام اللي قاله ابن تيمية. شوف انه كذلك يشرع التوسل به في الدعاء، انه تقول اللهم اني اسالك واتوسل بك واتوسل اليك بنبيك محمد، بيقول لك فهذا التوسل به حسن. شوفوا هذا التوسل به حسن، وهذا هون لفظ ابن هذا لفظ الترمذي، شوف هذا لفظ الترمذي وهذا لفظ ابن ماجه، انه ايش يا محمد اني توجهت بك الى ربي. هون انه تطلع وتقول انه معلش استسقي لامتك، بقول لك هذا ما في شيء، هذا اللي ابن تيميه كما يقول ابن تيميه، وهذه هون الاقطاب والاوتاد التي قال بها ابن تيميه، تطلع وتقولها بس تقول هذه العباره. وايش بدي اجيب لك كمان، هذه هون طبعا تطلع وتقول انه من الصالحين من يستطيع ان يحيي الموتى، مثل ما قال ابن تيميه في النبوات. شوف لاحظتم دون اخيرا، شوف كلام ابن تيميه انه لو قدر انه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرا، بس تطلع وتقول هذه العباره هاي. وقد يباح ذلك انه اذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فهو